في علم اللو كارنت مهم جدا تعرف قصة الفريكوانسي اللي هو التردد. يعني انا دلوقتي لو جيت رسمت السؤال التاني اللي هيجي لك في اخر المحاضرة، لو انا رسمت سيجنال كده اهو ساين ويف، عملت مثلا ساين ويف زي اللي انت شايفها دي، عملت 2 سايكل في 1 ثانية، وجيت هنا رحت عامل واحدة تانية اختها كده ليها نفس الامبليتود نفس القيمة، بس عملت كده يا شباب، عملت مثلا، معلش الرسمة ايه مش مظبوطة، 10 سايكل في الثانية، يعني دي لفت لفتين في الثانية ودي لفت 10 لفات في الثانية. الناس اللي هي المفروض عارفة حاجات عن التردد، تخيل تخيل معايا الإشارة اللي فوق التردد بتاعها أكبر ولا اللي تحت؟ حد يجاوب عليا. اللي تحت ليه طيب؟ لان عدد السايكل اكثر. برافو عليك. أولا لازم نبقى عارفين إن السايكل الواحدة دي إحنا هنسميها، معلش يا شباب تمام، هنسميها هز. أنا بسميها هز. شفت أنت الناس اللي بتهز دي بترقص؟ أنا بسميها هز. الناس طبعا بتوع العلم بيسموها هرتز. أنا عشان أعمل هز، عشان أعمل هزة واحدة تمام، عشان أعمل هزة واحدة بعمل قمة وقاع. الهزة دي ممكن واحد يعمل هزة في الثانية، ممكن يعمل هزتين في الثانية، ممكن يعمل 10 هزات في الثانية. حد يعرف الكهرباء بتاعتنا هنا في السعودية كام هرتز؟ 60 60 60. ممتاز. الكهرباء هنا 60 هرتز. يعني عندنا في مصر الكهرباء 50 هرتز، 50 والعالم العالم كله تقريبا يا 50 يا 60 هرتز. فأنا عايز أعرف إيه الفرق بين 50 هرتز و60 هرتز كده بالبلدي، عايز يعني الناس تفهم واحدة واحدة. وتردد الإلكترون من المصدر إلى اللود. ممتاز. إحنا كنا في الناس اللي هم دارسين باور هناخد مصطلحين مهمين جدا. الراجل ده راجل حبيبي وبيتكلم صح. انا الكهرباء عندي بقسمها ل3 اجزاء يا شباب. اول حاجه اللي هو السورس. سورس، كلمه سورس يعني مصدر. يعني انا مثلا لو باخد كهرباء من الجدار من الحيطه عندي من الفيشه تمام، يبقى ده اسمه ايه؟ سورس. وبنقلها من خلال ميديا. ميديا يعني هنا في الكهرباء الكابلات. وبعد بص كده بتروح لمين؟ للود. يبقى انت عندك كام حاجه نحفظ مع بعض؟ 3 حاجات، سورس وميديا ولود. سورس اللي هو مصدر الكهرباء اللي بيغذي اي حاجه، ميديا اللي هي الوسط الناقل للكهرباء اللي احنا بنسميه كابلات في حاله الباور. في الجزء الثالث اللي هو اللود. طيب في علم اللو كارنت او الاتصالات، حد يعرف القصه دي بنسميها ايه؟ في عندي برضو 3 حاجات عايزك تكتبهم اهم تحت اهو. في عندي هنا بدل السورس دي كنا بنسمي ايه يا شباب؟ في علم الاتصالات هتلاقي حرف التي، وفي هنا في حرف الار. ترانزستور ريسيفر. مش ترانزستور، مين اللي انت؟ هو ترانزستور هذا هو. تي يعني ايه؟ اللي هيقول الاول هياخد جايزه. ترانزميتر. حبيبي الله يفتح عليك يا هندسه. يبقى اول حاجه هنعرفها ان الجهاز اللي هيبدا يعمل ارسال للاشاره او هو مصدر الاشاره هنسميه ترانزميتر. يا ريت نحفظ مع بعض ترانزميتر. ترانزميتر يعني مرسل. ترانزميتر يعني مرسل. طيب الجهاز الثاني اللي هيستقبل الاشاره تمام هنسميه ريسيفر. الكلام ده هيتاخد في كل الانظمه اللي هناخدها في اللو كارنت. يبقى في عندي حاجه بنسميها تي. تي اختصار ايه؟ هناخدها في اخر المحاضرات. تي يعني ترانسميتر. ترانسميتر يعني مرسل. طيب ار يعني ايه؟ يعني ريسيفر. ريسيفر. ريسيفر يعني ايه؟ مستقبل. هنيجي هنا في علم اللو كارنت في عندي نوعين بقى، في كابلات اللي هي الميديا بتاعتي، في كابلات اللي هي الوايرز تمام، وفي عندي الوايرلس. واحنا معظم الشغل حاليا وبالذات في نظام الداتا والواير الواي فاي والشغل ده هنشتغل ان شاء الله ممكن المحاضره الثالثه من الكورس. هنقول ان انا عندي وسط بنقل فيه الكهرباء. الكهرباء دي عشان تنتقل من مكان لمكان مش لازم يبقى فيه وسط بينقلها. يعني انا عشان اخد كهرباء انور مثلا كشاف، مش لازم الكشاف ده انا بدوس على المفتاح على السويتش بتاعي. المفتاح ده بيسمح بمرور التيار من المصدر الى الحمل اللي هو الكشاف نفسه، وبالتالي في وسط اللي هو السلك نفسه اللي هيمرر التيار. في حاله صحيح. لو كارنت، في حاله اللو كارنت ممكن يمر
التيار الكهربي من خلال اسلاك او من خلال الواي فاي اللي هو عبر الاسير في الهواء. فبالتالي انا اقدر في حالات اللو كارنت استخدم الترانسميتر والريسيفر.